لابد من أن نتحدث عن الشخصيات الأساسية التي لها دور بارز في قصة وعد بلفور. هناك طبعا عدة شخصيات يعني يهمنا منهم كم واحد. منهم ديفيد لوي جورج الذي كان متحمسا جدا للفكرة الصهيونية. هذا الشخص في فترة إصدار وعد بلفور سيصبح رئيس وزراء بريطانيا، سيكون هو رئيس وزراء بريطانيا في فترة إصدار وعد بلفور. وكان هذا الرجل صديقا لحيم وايزمان الذي سيصبح لاحقا أول رئيس لدولة إسرائيل بعد إنشائها. إضافة إلى ذلك هربرت سامويل الذي هو مشهور طبعا بأنه أول مندوب سامي لبريطانيا في فلسطين. هذا الرجل سيصبح أول مندوب سامي لبريطانيا في فلسطين، لكن له دور كبير جدا في وعد بلفور. إضافة طبعا إلى السير آرثر بلفور الذي سيكون وزير الخارجية الذي تصدر ورقة وعد بلفور باسمه وبتوقيعه، وبالتالي هو الذي سيصدر هذه الورقة نفسها. نأتي إلى بعض هذه الشخصيات الأساسية. يهمني منهم بالذات هربرت سامويل، ويهمني منهم أخيرا أيضا ديفيد لوي جورج. نأتي إلى هربرت سامويل، لأنه هربرت سامويل كما قلنا كثير من الناس بالنسبة لهم هربرت سامويل هو الشخص الذي كان أول مندوب سامي لفلسطين، سنتحدث عن ذلك في حلقة قادمة أيضا إن شاء الله. لكن المبدأ أن هربرت سامويل له دور في إنشاء وعد بلفور، هو كان في ذلك الوقت عضو البرلمان البريطاني وله دور كبير جدا في إنشاء وعد بلفور. ما لا يعرفه كثير من الناس عن هربرت سامويل أنه كان يهوديا مندمجا، بمعنى أنه كان يعتبر نفسه جزءا من المجتمع البريطاني، لم يكن يرى نفسه من أمة مختلفة، كان مندمجا في المجتمع. ولذلك كان يرى في الحقيقة أن الحل الصهيوني الذي طرحه تيودور هيرتزل لما يسمى بالمسألة اليهودية في أوروبا، التي كان سببها كما ذكرنا في حلقة الماضية اللي هو العنصرية الشديدة في أوروبا ضد اليهود الأوروبيين، كان يرى أن الحل الصهيوني اللي هو والله أن نجد وطن خلص لكل اليهود في العالم وخاصة في أوروبا، كان يرى أنه حل غير عملي، وكان يرى أنه ضد مصالح اليهود أصلا في خاصة في أوروبا. ولذلك كان معروفا بين جميع الأوساط أنه معاد للصهيوني. تخيلوا، هذا هربرت سامويل الذي سيصبح أول مندوب سامي في فلسطين لبريطانيا، تخيلوا، وسيكون له الدور الأكبر في إنشاء دولة الاحتلال على أرض فلسطين. لكن ما الذي غيره فعلي؟ ما الذي غير هربرت سامويل؟ مع ظهور بوادر هزيمة الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى، كان هربرت سامويل باعتباره طبعا هو عضو في البرلمان، كان يرى الأمور حوله وكان يفكر بعقلية الإمبراطورية البريطانية. فرأى سامويل أن هذه فرصة سانحة لحل المسألة اليهودية في أوروبا عن طريق توطين يهود أوروبا تحديدا في إطار ما سماه في ذلك الوقت دولة وظيفية تابعة للغرب، يعني وكيل عن أوروبا في هذه البقعة، يعني وكلاء عن الدول الأوروبية الاستعمارية في هذه المنطقة. هذا الكلام على فكرة يعني يذكرنا بالتاريخ القديم قبل الإسلام، وكلاء الاحتلال، هذا الذي كان يراه هربرت سامويل، وهذا الذي جعله ينقلب في رأيه وينضم للفكر الصهيوني بدلا من أن يكون معاديا للفكر الصهيوني، بل بالعكس صار متشجعا جدا لهذه الفكرة، ومتشجعا جدا لفكرة أنه لا بد من أن ننشئ وطنا في هذه المنطقة يكون تابعا للغرب. لاحظوا التعبير، ويفكر بعقلية البريطاني أكثر منها بعقلية الصهيوني. طبعا في ذلك الوقت كان سامويل عضوا في البرلمان وتعرف على حيم وايزمان. طبعا حيم وايزمان من هو؟ حيم وايزمان هو أحد أهم قادة الحركة الصهيونية، وأهم الشخصيات من أهم الشخصيات التي كانت في ذلك الوقت من المناصرين والعاملين سياسيا على إنشاء وطن قومي فعليا في فلسطين للحركة الصهيونية. طبعا هو للعلم سيصبح كما ذكرنا سابقا، سيصبح لاحقا أول رئيس لدولة إسرائيل. الملاحظة هنا، دولة الاحتلال الإسرائيلي لها رئيس ولها رئيس وزراء، الذي يحكم مباشرة هو رئيس الوزراء. فأول رئيس وزراء لدولة الاحتلال الإسرائيلي كان ديفيد بن غوريون، لكن حيم وايزمان أول رئيس للدولة. ما هو الفرق بين الاثنين؟ الرئيس رئيس شرفي، يعني هو الذي يعتبر رمز الدولة إن صح التعبير،
يعني هو فقط رمزيته أنه رأس الدولة جميعا، لا يتدخل في العادة في شؤون السياسة المباشرة وفي شؤون الحكم. الذي يباشر الحكم مباشرة هو رئيس الوزراء. فحييم ويزمان عندما أنشئت إسرائيل أصبح هو أول رئيس لها، بمقابل ديفيد بن غوريون الذي أصبح أول رئيس وزراء لدولة إسرائيل. كيف تعرف الطرفان على بعضهما؟ سامويل ووايزمان تعرفوا عن طريق ديفيد لويد جورج. طبعا سأتي إلى ديفيد لويد جورج بعد قليل، الذي سيصبح رئيس الوزراء البريطاني في فترة عقد وعد بلفور. عقد لقاء بين وايزمان وسامويل وهربرت سامويل في العاشر من كانون الأول ديسمبر عام 1914 بترتيب من ديفيد لويد جورج صديق الطرفين. كان في ذلك الوقت كان وايزمان يظن أن هربرت سامويل معارض للفكرة الصهيونية، هذا المشهور عنه. سمع سامويل مطالب الحركة الصهيونية من بريطانيا، قال له اخبرني ما الذي تريدونه من بريطانيا. بعد أن تحدث وايزمان وتكلم قال له هربرت سامويل هذه مطالب متواضعة بسيطة، يجب عليكم أن تفكروا بشيء أكبر. تخيلوا لماذا؟ لاحظوا هو فكرته إيش هي؟ أنه يكون هذا الوطن أو هذه الدولة أكبر من فكرة والله مجرد وطن قومي ويعيشون معه. لا لا لا، كان يفكر بأن تكون هذه دولة فعليا واجهة لأوروبا وللغرب كاملا. هذه فكرة هربرت سامويل، فلذلك هربرت سامويل قال له فكر بشكل أكبر. هذا أذهل وايزمان. طبعا وايزمان من شرق أوروبا ليس من بريطانيا، أذهله من فكرة التفكير، من فكرة طريقة تفكير وايزمان. حتى إنه ذكر في يعني أظن في مذكراتي على ما أظن، يعني كان يقول لو كنت مؤمنا بالعقيدة اليهودية الدينية لظننت أن تحول صامويل إلى هذا الفكر هو إحدى علامات مقدم المسيح. طبعا ماذا يدلنا ذلك؟ يدلنا على أن حييم وايزمان أحد كبار قادة الحركة الصهيونية لم يكن يؤمن بالديانة والعقيدة اليهودية، وإنما كان يرى أن اليهودية عرق فقط. كان الرجل لا يرى أصلا نفسه يعني في هذه الديانة، وهذا على فكرة موجود عند كثير من الذين أقاموا دولة إسرائيل في البداية، لأن هؤلاء أغلبهم لم يكونوا متدينين أصلا. هربرت سامويل في عام 1915 أثناء وجوده في البرلمان كتب مذكرة اسمها مستقبل فلسطين The Future of Palestine، ومررها على أعضاء الوزارة البريطانية. لاحظوا هذا الكلام 1915، يعني قبل سنتين من احتلال فلسطين. لماذا؟ لأنه كانوا داخلين في الحرب العالمية الأولى والدولة العثمانية دخلت فيها. تفترض المذكرة لاحظوا تفترض المذكرة أن الدولة العثمانية ستهزم في الحرب العالمية الأولى. على فرض أن الدولة العثمانية ستهزم في الحرب العالمية الأولى، اقترح إنشاء محمية بريطانية في فلسطين بعد الحرب، وتشجيع الاستيطان الصهيوني فيها، وإعطاء الأولوية للهجرة الصهيونية ولبناء مؤسسات استيطانية تساعد في نهاية الأمر على توطين جماعة يهودية صهيونية كما كان يقول هو بكلماته يبلغ عددها 3 ملايين، تصبح مكتفية ذاتيا حتى تتمكن في النهاية من تشكيل دولة ذات سيادة. لاحظوا لم يعد يتكلم عن وطن قومي، يتكلم عن دولة، وتكون هذه الدولة مركزا لحضارة جديدة. لاحظوا يفكر بعقلية الغرب مرة أخرى، وتنظر في الوقت ذاته بعين الاعتبار للمصالح البريطانية في المنطقة، تكون هي مقدمة المصالح البريطانية. تخيلوا. ويذكر في نص الوثيقة، الوثيقة على فكرة منشورة وصورتها موجودة على الانترنت، بإمكانك أن تقرأها بالكامل بلغتها الأصلية. يقول في هذه الوثيقة من إحدى النقاط، يقول إنني أؤكد أن حل مشكلة فلسطين الذي سيلقى أكبر ترحيب بين قادة الحركة الصهيونية وداعميهم هو ضم البلاد إلى الإمبراطورية البريطانية. فبالتالي لاحظوا كان يفكر بهذه العقلية، بأنه نحن نريد دولة حقيقية نؤسسها. ولاحظوا هو ينظر من الخارج، هو لا يعتبر نفسه فعليا جزءا، هو ينظر باعتباره بريطاني و إمبريالي يعني استيطاني من الخارج، ويقول نؤسس ونفعل وهؤلاء وسيكونون إلى آخره. فهو يعتبر نفسه أنه هو فوق حتى هذه الحركة. تخيلوا هذه العقلية التي أدارت عملية تحويل الأراضي إلى الحركة الصهيونية عندما استلم منصب المندوب السامي في فلسطين. هذه عقلية هربرت سامويل التي لا يعرفها كثير من الناس.